انا مش قلت لك ما تجيبش الولا مرسح؟ ذنبه ايه تبهدل معانا هنا؟ انا قلت لك اكتر من مره يا اصداف انا روحي في سمير حبيبي سمير. ربنا يسعد سعيد بسعيده. عرفت ان علي بحر بيعمل مرسحيه؟ يعمل علي فنان ولو عمل حاجه هتنجح. ينجح بحر واسع. بحر واسع ولا انت عايزاه ينجح؟ هات الولا. راوية. نعم. خدي الولا خلي بالك منه. حاضر. خير يا بساط؟ في ايه؟ كلامك معوج ليه الليلة دي؟ ولا معوج ولا حاجة، أنا بس بنستفسره. لا يا عينيا، أنا مش واخداك على غرام علشان تقرفني وتقول له أبصر إيه؟ ما تستفسرش يا حبيبي. ولا أبصر إيه ولا مدرك إيه؟ معنى إيه كلامك ده يا أصداف؟ معنى اللي سمعته، كل اللي بيني وبينك شراكة وبس يا وديع. ما هي عشان شراكة، أنا قلقان عليها، ده شغلهم نفسك. يبقى تتكلم كده. مرسح صوفيا الناس بتجي علشان خاطر صوفيا، لا بيجوا علشان خاطر وديع ولا كانوا بيجوا زمان علشان صاحبك علي بحر، مفهوم؟ وقلب صوفيا فين؟ قلب صوفيا في صدرها ومحدش ليه حكم عليه غير اللي خلقه. ما تجيبش الولا سمير بمرسح تاني. لا الا كده يا اصداف، الا سمير ده هو الحاجه الوحيده اللي بتخليني رايق ومبسوط. يا اخويا انبسط براحتك بس ما تعكرنيش، والا والمرسب والعباس لنروحه ونضلموها لك. ليه نضلموها ليه؟ خلاص روقي، حاضر هعمل لك اللي انت عايزاه. يبقى خليك في شغلك واكل عيشك وسيبك من علي بحر. لو صاحبك وحشك روح له ما تقرفنيش. وحشني ولا وحشك انت؟ مفيش مرسح يا وديع، أنا مروحة. راوية راوية. نعم. هاتي سميرة عشان احنا مروحين. يا صداف خلاص سكت سكت. أنا مروحة مفيش مرسح يا وديع. مالك حبيب أمك بتعيط ليه؟ وين مفيش مرسح يا وديع ده؟